الوحدة الجوية للأمن الوطني تجسيد للأهمية الكبرى التي توليها المديرية العامة للأمن الوطني للحفاظ على النظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات من خلال التغطية الجوية الشاملة بمراقبة الطرقات ومختلف الأحداث والنشاطات، حيث أن الوحدة مزودة بمروحيات حاملة لأجهزة مراقبة عالية الجودة تعمل على المباشر. التقنيات الحديثة المستغلة من طرف الوحدة الجوية للأمن الوطني في ميدان الطيران، وكذا إبراز الدور الذي تؤديه في مجال الدعم الجوي لقوات أمن المنتشرة في الميدان من أجل الحفاظ على الأمن العام ومكافحة الجريمة. رجال الإعلام اقتربوا اليوم من مختلف مصالح الوحدة الجوية، بداية من المصلحة التقنية ومكتب الخرائط وصولا إلى قاعة العمليات أين يتم ترجمة الصور والمعلومات المرسلة من هذه الكاميرات الطائرة. هذه صورة جديدة للواقع اللي لازم نشوفه، وهذه مفخرة. Informé, on a eu beaucoup d'informations sur leur travail côté informatique, technique. أربع مروحيات ستدعم بعشر أخر ووحدتين جهويتين من أجل تطوير وتنظيم جهاز الشرطة الذي يسهر على حفظ الأمن والاستقرار.